ما يميز مخطوطة اليوم هو أنها مخطوطة نادرة جداً تعود للقرن 17. المخطوطة الفلورنسية هي مخطوطة تنقل أحداث انهيار مملكة الأستك من وجهة نظر أهل الأستك. أساس المخطوطة هو أنها تنقل عقيدة وديانة أهل الأستك لأهل أوروبا. المخطوطة كتبت على 39 قطعة من جلود الحيوانات، طول كل قطعة 27 سنتيمتر وعرضها 27 سنتيمتر، ويصل طول المخطوطة كاملة ل 11 متر. كل قطعة تمت كتابة ورسم الأحداث فيها على الجهتين. أول ذكر لهذه المخطوطة كان من قبل ستيفانو بوريجيا، والذي أحضرها لأوروبا، وبعد وفاته عرضت للعامة حتى انتقلت في بداية القرن العشرين وبالتحديد في عام 1902 لمكتبة الفاتيكان. اليوم هناك نسخة إلكترونية متوفرة للعامة للإطلاع عليها من موقع مكتبة الفاتيكان. حلقة اليوم هي تجميع لثلاث حلقات سابقة من ورق رحالة، عرضنا فيها جزء من ما كتب في هذه المخطوطة. قبل 10 سنوات من وصول الأسبان لهذه المنطقة، ظهرت إشارات لفأل سيء. في السماء ظهر نور غريب كشعلة نارية، وفي الفجر كانت السماء وكأنها تمطر نارا، وكان شكل الشهاب الناري هذا بيضاوي وساطع. ومع ظهوره بدأ الارتباك على أهل الأستك، وكان السؤال على لسان الجميع: ماذا تعني هذه الإشارة؟ الحدث الثاني كان في معبد هويبسي لوبوتشي، واللي تعرض لحريق لا يعرف مصدره. أما الحدث الثالث فكان إصابة معبد سيرو تيكولتي بصاعقة من السماء، وكان المعبد مبني من القش. والحدث الرابع كانت النيران تشتعل بدون أي سبب حقيقي في المدينة. أما الحدث الخامس فكانت مياه البحيرة القريبة غاضبة وكأنها تغلي غضبا، وتسبب هذا الفيضان في تشرد عدد كبير من السكان. والحدث السادس، ليلا بدأ الشعب يسمعون صوت لامرأة تبكي، ومهما حاولوا معرفة مكان أو سبب هذا البكاء لم يجد أي منهم إجابة على هذا السؤال. وكان صوت المرأة يصرخ ويقول: أبنائي يجب أن نهرب من هذه المدينة. والحدث السابع كان في شواطئ المدينة، حيث قبض الصيادون على طائر غريب الشكل بلون أسود قاتم، وأخذوه للقائد الماتا كازوما، واللي كان يسكن في قصر ضخم. الطائر كان غريب ولم يفهم أحد نوعه، والغريب أن حول رقبة هذا الطائر كان هناك معدن كالمرآة يعكس ما حوله. الماتا كازوما كان متعجب من هذا الطائر، ورأى بأن انعكاس السماء في رقبته هو شيء نحس، وقال لكل من حوله بأنه يرى من خلال هذا المعدن الغريب جيوش ومحاربين قادمين وبشكل منظم ومعهم غزال غريب. أما الحدث الثامن فكان ولادة طفل برأسين، وقد تم جلبه للماتا كازوما واللي لا يعرف مصيرهم. وكان لسكان الأستك قناعة بأن كل هذه الأحداث الثمانية هي علامات على انتهاء حضارتهم، وبأنه سيأتي شعب آخر سيحكم هذه المنطقة من العالم. في يوم ظهر رجل عادي قادم من مدينة ماتيكا هواتلر، وجاء من نفسه ولم يكن مرسول من أحد، ودخل لقصر الماتا كازوما وقال: أيها الملك، اغفر لي تجرؤي، ولكني جئت لك بخبر عظيم. عندما كنت في الشاطئ وجدت جبال صغيرة تتحرك وتقترب منا، ورغم بقائي في الشاطئ أغلب حياتي ولكنني لم أشاهد أي شيء مثل هذا سابقا. الماتا كازوما أكرم هذا الرسول وعالجه، فقد تعرض للتعذيب قبل وصوله فقطعت إذنه وأصابعه، وأرسل الكاهن الأكبر لأقرب مدينة من البحر برسالة وقال له: هناك أمور غريبة ظهرت في البحر، قم بالبحث عن هذا الأمر وأخبرنا بما تراه. وصل الكاهن لقائد المدينة واللي يحمل اسم بونيتو، واللي استمع لرسالة الملك باهتمام، فأرسل مجموعة من مستشاريه بأسرع وقت للشاطئ، وقد عادوا بنفس معلومة الرجل: هناك جبلين يمشون في البحر يقتربون من المدينة. الكاهن طلب أن يشاهد هذا المنظر بنفسه لتكون شهادته أمام الملك موثوقة، فذهب للشاطئ وشاهد ما قيل بأنها جبال تمشي في البحر. وعند وصوله لاحظ بأن هناك 7 أو 8 أشخاص خرجوا من هذه الجبال وركبوا قارب صغير، واستمر الكاهن ومن معه بمراقبة هؤلاء، ولاحظ بأنهم كانوا يصطادون السمك ويجمعون الثمار من الأشجار القريبة من الشاطئ.
بعد ذلك عادوا لما وصف بأنهم جبال، وفي الحقيقة كانت مركبات ضخمة لم يشاهدها سكان الأستك قبل هذا اليوم. عاد الكاهن ومن معه لمدينة تناكا العظيمة لإبلاغ الماتاكازوما بما رأوا، وبدأ الكاهن بالتحدث. يا سيدي، ما قيل صحيح، هناك غرباء وصلوا لشواطئ البحر العظيم، شاهدتهم يصيدون بقوارب صغيرة، وبعد الانتهاء عادوا لأبراجهم الضخمة واللي تطفو في البحر. لاحظنا وجود 15 شخص، بعضهم يرتدي السترات الزرقاء وبعضهم يرتدي السترات الحمراء، وهناك من يلبس الأسود والأخضر وبعضهم بسترات متسخة، وكانوا يرتدون في رؤوسهم مناديل حمراء والبعض قبعات قرمزية. بشرتهم بيضاء للغاية غريبة، لديهم لحى طويلة وشعرهم يصل لأذنهم. الملك لم يتكلم أبدا وكانت عليه نظرة خوف وحيرة، وبعد فترة أمر بالاستمرار بمراقبة الشاطئ، ثم جمع قادة الجيش وأمرهم بحراسة كنوس المدينة وحذرهم من دخول الغرباء للمدينة، وبأنه بدخولهم سيموت الجميع حتى الأطفال في بطون أمهاتهم. وفي نهاية هذا العام ظهر الغرباء، وكان يعتقد الماتاكازوما بأن ما يحدث هو تحقيق لنبوءة كان قد سمع عنها عن أمير يحمل اسم كواتسو كواتل، وبأنه بوصول هذا الأمير سيفقد الماتاكازوما ملكه. أرسل الماتاكازوما 5 رسائل للغرباء، كل مرسول حمل معه الهدايا والمال، وفي الرسائل قدم التحية للأمير الموعود ورحب فيه، وقال مرسول الملك للأوروبيين: الملك يرحب بالأمير في الأرض الموعودة، هذه الهدايا هي ترحيب من الملك لعودتك لوطنك المكسيك. وكان رد الأوروبيين عليهم: من أنتم؟ من أي مدينة أنتم؟ فرد عليهم المرسول: نحن من مدينة المكسيك. فقال الأوروبيين: لا يوجد أي سبب لأن نصدقكم، قد تكونوا قد اخترعتم هذا المكان لخداعنا. وعند نزول كابتن السفينة للشاطئ اعتقد مرسول الملك بأن هذا هو الأمير الموعود، وسجد كل الحاضرين له وأعطوه ملابس مرصعة بالجواهر واللؤلؤ وقناع مقدس. وكان رد الكابتن: هذا فقط ما أحضرتموه لي؟ فقالوا له: نعم، هذا كل ما أحضرناه لك من قبل الملك. فأمر الكابتن طاقم السفينة بربط المرسول ومن معه بالسلاسل في أيديهم وأرجلهم، وأمر الطاقم بتفجير المدفع. الصوت كان بالنسبة لهم مرعب، أغمي على البعض خوفا. وبعد هذا أعطى الأوروبيين البعثة الأكل والشراب، وقال لهم الكابتن: سمعت بأنكم شعب محارب شجاع، سمعت بأن المحارب الواحد منكم لا يخاف من 10 أو حتى 20 محارب، ولكن هذا الأمر لم يقنعني أبدا، أريد أن أختبر هذا الأمر بنفسي. فقام بإعطائهم السيوف والرماح وقال لهم: غدا صباحا سنهاجمكم وسأعرف مدى صحة هذا الادعاء. ردوا عليه: سيدي، لم نرسل لنحارب، ولكن أرسلنا الماتاكازوما نائبك في هذه الأرض في مهمة ترحيبية لك أيها الأمير، وإذا حربناكم سيغضب الماتاكازوما. فرد عليهم: لا، يجب أن أختبر هذا الأمر بنفسي، في قشتالة انتشرت أخبار بأنكم محاربون شرسون وأريد أن أرى هذا بنفسي. وعادت البعثة للشاطئ وفي وجوههم الرعب مما سمعوا. الماتاكازوما كان قلق منذ إرساله للبعثة، وقيل بأنه كان قليل الكلام والأكل، وكان يحدث المقربين منه خائفا عن مصيره ومصير المدينة. فأمر الرهبان بجلب 2 لقتلهم قربانا للآلهة لإنقاذهم من هذا المصير الغامض. وعند وصول البعثة قام الرهبان برشهم بدماء القرابين، فهم من قابل الأمير الموعود والآلهة القادمة بجبال في البحار. أخبرت البعثة الماتاكازوما بكل ما حدث وحتى نوع الأكل الذي أكلوه. الماتاكازوما كان مرعوب من هذه التفاصيل الغريبة، وزاد رعبه من وصف صوت المدفع، وأخبره أحدهم بأن من هذا الشيء ظهرت كرة نارية ضخمة مرعبة، وقالوا له في وصف المدفع: لو أرسل هذا الشيء النار على أي جبل سيقسمه لقسمين. وقالت البعثة بأن الغرباء يعتمدون على الحديد في كل شيء حتى في لباسهم، والحديد به زخارف غريبة، والرماح والسيوف والدروع كلها مصنوعة من الحديد. وقالوا له بأن معهم حيوانات غريبة أكبر من الغزلان ومغطاة بالحديد، بشرتهم بيضاء كأنها مصنوعة من الجير، وشعرهم أصفر، ولكن بعضهم لهم شعر أسود ولحى طويلة،
يأكلون أكل مشابه لأكلنا، وبعض ما يأكلونه له طعم حلو وكأنه ممزوج بالعسل. الملك بعد انتهاء من الشرح خاف أكثر من الغرباء وقرر إرسال بعثة جديدة، هذه المرة من رجال دين مختلفين ومجموعة من السحرة، وأرسل معهم أفضل قادة العسكريين، وأخذوا معهم الدجاج والبيض والخبز ومجموعة من الأسرى ليتم التضحية بهم قربانا بقدوم الغرباء. ومع وصول البعثة الثانية قاموا بذبح القرابين وإعطاء الغرباء الدم ليشربوه، ولكنهم استغربوا هذه العادة وبصقوا في الأرض احتقارا منها. ومن عادات أهل الأستك إعطاء الضيوف الأكل مع رش دم القرابين عليه، ولكن الأوروبيين رفضوا لمس هذا الأكل. الأوروبيين أكل الخبز والبيض والفواكه، وحاول السحرة فهم طبيعة الغرباء وما إذا كانوا يستطيعون أن يسحروا أهل الأستك، بل وحاولوا سحر الأوروبيين ولكنهم فشلوا في هذه المهمة. وعند عودتهم للملك أخبروه بأن هؤلاء أقوى من أن نستطيع أن نضرهم أو نسحرهم، هم أقوى منا. أمر الملك الكل بأن يخدموا الغرباء ويقدموا لهم ما يريدونه فهم آلهة في نظره، ولكن عندما علم بأنهم يطلبون مقابلته وجها لوجه أحس بالرعب الشديد. أخبر من حوله بأنه يفكر بالهرب وأن لا يقابل هؤلاء الغرباء، وقرر في البداية الهرب والاختباء في إحدى المعابد، ولكنه في النهاية قرر الانتظار وعدم الهروب. قرر أن يجلس في عرشه وينتظر حضور من يعتقد بأنهم آلهة قادمين لأخذ حكمه. وصل الأسبان لأبواب المدينة، وبمجرد معرفته بالخبر جهز المتكزوما نفسه بملابس أنيقة، فهو يرى بأنه سيقابل آلهة قادمة بجبال تمشي في البحر، وسيقابل الأمير الموعود تصديقا للنبوءة. وخرج معه النبلاء والفرسان وقادة القبائل، وأحضروا معهم أجود أنواع الزهور وأندر أنواع الورود، وبدأ المتكزوما بتقديم الهدايا للكابتن والأسبان، وبدأ الشعب الأستك بتعليق الزهور على أعناق الأسبان وهم لا يعلمون بأن هؤلاء قادمون لهلاكهم. أعطى المتكزوما الضيوف شرائط مصنوعة من الزهور لتزيين صدور الأسبان، وحلقات من الذهب تم تعليقها في رقابهم ترحيبا بهم. سأل الكابتن المتكزوما: هل أنت الملك؟ فرد عليه: نعم. ثم وقف ترحيبا بالكابتن، وكان يترجم الحوار بين أهل الأستك والأسبان مترجم يحمل اسم لامالينشي. وقال الكابتن للمترجم: أخبر المتكزوما بأننا أصدقاء ولا داعي للخوف، أردنا أن نقابله منذ فترة فقد سمعنا عنه الكثير. وقال موجها كلاما للمتكزوما: لقد جئنا لك في بلدك المكسيك كأصدقاء، لا تخافوا منا. وبدأ الأسبان بالتجول في المدينة وفحص كل شيء، ورغم أنهم أخبروا المتكزوما بأنهم أصدقاء، لكن في الواقع وضعوا الملك تحت الإقامة الجبرية في قصره ومنعوه من الخروج، ووضع الأسبان مدفع في وسط المدينة وأطلقوه، وهذا تسبب في رعب شديد وارتباك بين أهل المدينة. وبسبب هذا الصوت هرب من كان متجمع من أهل المدينة ليرى الغرباء، وحصلت فوضى رهيبة بينهم، أغمي على بعض أهل المدينة من هول الصدمة، واستمر صوت الصراخ والرعب في المدينة حتى الليل، حتى قيل بأن أهل المدينة لم يناموا تلك الليلة. في الصباح أرسل الأسبان للمتكزوما قائمة بما يحتاجون له من أكل وشرب وفحم، وأمر المتكزوما بأن يرسل لهم كل ما يطلبوه. هذا الأمر أغضب رؤساء القبائل، واللي يرون بأن المتكزوما استسلم للغرباء بسهولة، ولكن خوفا منهم لبوا كل الطلبات. وبدأ الأسبان باستجواب الماتاكازوما عن كنوز المدينة وأماكنها، وعندما عرفوا عن وجود الذهب طلبوا منه إعطائهم كل ذهب المدينة، فذهب الماتاكازوما معهم وقادهم لذهب المدينة. كان الماتاكازوما يمشي وحوله الأسبان يمنعون أي شخص من الوصول له، ويبدو أنهم كانوا متخوفين من أن يأتي أحد يثني الماتاكازوما من إيصالهم للذهب. وصلوا لبيت الذهب والمسمى بباليا كاكو، ودخلوا البيت الممتلئ بسبائك الذهب ودروع الذهب والأصنام المصنوعة من الذهب والقلائد الموضوعة في صدور الأصنام والتيجان المرصعة بالجواهر. جمع الأسبان الذهب ونزعوا كل ما لم يكن ذهب ورموه وأضرموا النار فيه، ولم يهتموا بالقيمة الفعلية لأي قطعة، كان يهمهم الذهب فقط. وبدأ الأسبان بإذابة الذهب في سبائك ورموا كل الأحجار الكريمة، وتحول بيت الذهب للفوضى، فالأسبان بدأوا بالصراخ فيما بينهم والتشاجر. وبعد أن انتهوا من بيت الذهب
ذهبوا لبيت الماتاكازوما نفسه والمسمى بيتاتا بالكو. وعندما شاهدوا كنوز الماتاكازوما الشخصية كان الأسبان كالحيوانات التي وجدت الضحية. كانوا كأنهم شاهدوا الجنة عندما دخلوا بيت الماتاكازوما، كانوا عبيد للجشع. أحضروا كل كنوز الماتاكازوما من قلادات وأسورة من الذهب وحلقات الكاحل المرصعة بالأحجار الكريمة، واستولوا على كل الكنوز وجمعوا الكنوز كلها في وسط المدينة. وكان أهل الأستك مرعوبين من مواجهة الأسبان، وكان في خيالهم أن هؤلاء وحوش أرسلتهم الآلهة لهم، وكانوا يخدمون الأسبان من باب الخوف فيحضرون لهم الأكل والشرب. وطلب أهل الأستك من الملك إقامة حفل فيستا لابوتشي، فوافق الأسبان على إقامة الحفل فقد أرادوا فهم طبيعة هذا الشعب. وبعد موافقة الملك المسجون بدأ الشعب ببناء التمثال المخصص للحفل، وكان تمثال بملامح إنسان. التمثال كان مصنوع من العجين، وبعد الانتهاء ألبسوه ملابس من الريش. وفي اليوم التالي عرض التمثال على الشعب واللي تجمع حوله، وأهدى لهذا الصنم الطعام واللي كان منوع من الكعك واللحم وحتى اللحوم البشرية المضحى بهم. وبدأ المحتفلون بالغناء والرقص حول التمثال، وكان المحاربون يرقصون في مجموعات، كل مجموعة حسب عدد الأعداء الذين قبضوا عليهم. كلما زاد العدد كلما زادت رتبتهم. وخلال الاحتفال وبين أصوات الرقص والأغاني صدم شعب الأستك بهجوم الأسبان عليهم. أغلق الأسبان الأبواب عليهم حتى لا يهربوا وهجموا، وبدأ الذبح بين أهل الأستك الذين صدموا بما حدث. وذهب بعض الإسبان لمن يطرق الطبل وقطعوا يده، وكان الإسبان يذبحون الجميع، المحاربين والأطفال وحتى من حاول الهرب. وحاول البعض التظاهر بالموت ودفع نفسه بين الجثث، البعض نجح في هذه الحيلة، ولكن من تحرك كان السيف من نصيبه، وتحولت قاعة الاحتفال لنهر من دماء أهل الأستك. وعندما وصلت أخبار هذه المجزرة لأطراف المدينة، سمع أهلها ثلاث صرخات تقول: يا أهل المكسيك اجمعوا أسلحتكم، الغرباء قتلوا محاربينا. وجمع أهل المدينة الرماح والدروع دفاعا عن مدينتهم، واجتمع أهل الأستك وهجموا على الإسبان ومعهم الرماح والأسهم وكل ما يستخدمونه في الصيد. الإسبان انسحبوا لقصر الملك وأغلقوا الأبواب، وبدأوا بإطلاق النار والمدفع على أهل الأستك الغاضبين، وربطوا الملك بالسلاسل. وقام أهل الأستك بنقل جثث المقاتلين وأعلان أسماءهم فيما بينهم، واختلطت أصوات الغضب بأصوات بكاء الآباء والأمهات. رفض أهل الأستك الانتقال من مكانهم، ففي ثقافتهم ما حدث هو عار، الحرب بدون أي إنذار والقتل من الظهر أمر مكروه عندهم. وبهذا بدأ حصار قصر الملك من قبل أهل الأستك. وضع المكسيكيين حراسة على مدخل القصر لمنع أي شخص من إدخال الطعام أو الشراب للأسبان، وقرروا استمرار الحصار حتى موت الأسبان سواء جوعا أو من خلال الحرب. ورغم هذا حاول بعض أهل الأستك التواصل مع الأسبان ومساعدتهم، ولكن الحراس قتلوهم، واستمر الحصار ل23 يوم. وخلال فترة الحصار بنى أهل الأستك الجدران حول القصر لمنع أي محاولة للهروب أو إيصال المساعدة للغرباء. وبعد 23 يوم من الحصار ظهر الأسبان من أعلى القصر وألقوا بجثة الماتاكازوما وكبير الكهنة. أخذ أهل الأستك جثة ملكهم وأحرقوه، وقاموا بالصلاة عليه وتقديره رغم أنه كان سبب لما حدث لهم. في منتصف الليل استطاع الأسبان مع مجموعة من حلفائهم الخروج من القصر. الجو كان ممطر وبارد، وكان الأسبان يحملون معهم قطع خشبية. استخدموا القطع الخشبية في تشكيل جسور في القناة المائية، ومنها استطاعوا العبور في أول ثلاث قنوات مائية دون أن يشعر بهم أحد. وعندما حاولوا عبور القناة الرابعة تم اكتشافهم. اكتشفتهم امرأة كانت قد ذهبت لتجلب الماء، فصرخت المرأة وقالت: يا أهل المكسيك الأعداء يعبرون القناة. فجمع المحاربون القوارب ولحقوا بالأسبان، واحتك الجيشان في معركة بحرية راح ضحيتها قتلى من الطرفين، واستطاعت مجموعة من الأسبان الهرب من محاربي الأستك. عاد أهل الأستك للمدينة اعتقادا منهم بأنهم استطاعوا طرد الغرباء للأبد،
وبدأ أهل المدينة تنظيف المدينة من بقايا الحرب وإعادة ترميم القصر والمعبد. ولكن بعد 13 شهر من هذه الأحداث ظهر مرض غريب في المدينة وانتشر بين الشعب لسبعين يوم متواصل. هذا المرض تسبب في قتل العديد من أهل الأستك، وكانت القروح تنتشر في وجوه وصدور المرضى، وكان المريض لا يستطيع حتى التحرك ويكون عاجز حتى يموت في النهاية. ومات عدد كبير من الشعب بسبب هذا المرض، وأيضا مات عدد آخر بسبب الجوع. ولم تكن هذه آخر معاناة أهل الأستك، فقد عاد الغرباء مرة أخرى. رغم أن أهل المدينة عانوا من المرض والجوع، ولكن بمجرد وصول الأسبان مرة أخرى جمع المحاربون أنفسهم ودافعوا عن مدينتهم. أجبر المحاربون الأسبان على التراجع، بل أن أهل الأستك لم يخسروا أي روح في هذه المعركة وانتصروا. ولكن الأسبان وصل لهم دعم من خلال أسطول جاء من البحر وهاجموا مرة أخرى. هذه المرة استطاع الأسبان التغلغل والوصول للقنوات المائية التي هرب منها الأسبان سابقا، وبدأ القائد دراسة هذه القنوات والبحث عن أكثر القنوات عمقا وحجما من أجل أن تستخدم للوصول للمدينة عن طريق الماء. وقرر الأسبان الهجوم على المدينة من أجل قتل كل أهلها باستخدام المدافع التي كانت في السفن. وكانت السفن تقترب من المدينة من القنوات المائية، والأسبان يقرعون الطبول ليخيفوا أهل المدينة. وبدأ أهل المدينة المرعوبين التخطيط للهروب، فجمعت العوائل الأطفال والنساء في زوارق من أجل الهروب. دخل الأسبان المدينة التي أصبحت خالية من أهلها واستولوا على كل ممتلكاتها. استولى الأسبان على كل ممتلكات أهل المدينة ممن هرب خوفا، وجمعوا الكنوز في سفنهم واستمروا في التقدم حتى وصلوا لجدار كان أهل الأستك قد بنوه لإيقاف تقدم الأسبان، ولكنهم دمروه بأربع طلقات من مدفع. وتعلم أهل الأستك حيلة لتفادي طلقات النار والمدفع، وهي عدم الهروب بطريق مستقيم ولكن بطريق متعرض أو الاستلقاء على الأرض من أجل تفادي الضربات. وبدأ الأسبان بإنزال المدافع للمدينة وتوجيهها للجدران ليستخدمها محاربو الأستك من أجل الحماية، واستطاعوا تدميرها في النهاية. ونزل فرسان الأسبان بخيولهم من السفن وتجمعوا عند بوابة النسر، وبدأت مدافعهم تنطلق لتدمر أكبر بوابات المدينة، واستمروا بالتقدم حتى وصلوا للهرم العظيم ولأكبر معابد المدينة. بدأ الكهنة في المعبد بقرع الطبول وبالصراخ طلبا من المحاربين الدفاع عن الآلهة وهرم الآلهة، ولكن اثنين من الأسبان صعدوا درج الهرم العظيم حتى وصلوا للكاهن الأعظم ونحروه أمام رجال الدين، ومنه بدأت المعركة التي قتل فيها الكثير من الطرفين. واستمرت المعركة ليوم كامل لم تتوقف، وانتصر أهل الأستك في هذه المعركة الدموية وقبضوا على 15 محارب أسباني، والبقية هربوا لسفنهم. أمسك أهل الأستك بالأسرى وعروهم من ملابسهم، وبدأوا بطقوس التضحية فيهم في قمة الهرم الأعظم، وكان الأسبان في سفنهم يشاهدون زملائهم يذبحون في أعلى الهرم. هذه المعركة كان لها تأثير على من بقى في المدينة، فالأكل كان قليل والمياه كانت ملوثة. الجوع والعطش انتصر على أهل المدينة أكثر من أعدائهم الأسبان. هذا الجوع تسبب في ضعف الشعب الأستك، وبسببه استسلم الشعب لهجوم الأسبان الأخير والذي تسبب في حرق معبد المدينة الكبير. تجمع أهل الأستك أمام المعبد المحترق وهم يبكون ويصرخون، واستطاع الأسبان التقدم أكثر والحصول على أراضي أكثر من أراضي الأستك. وبهذا انتهت هذه الشهادة. إذا عجبك المحتوى ادعمنا من خلال الاشتراك، وممكن تشوف فيديوهات أخرى لورق من كتاب أو فيديو مواضيع قناة ورق المنوعة.